وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح جلسة المجلس العادية اليوم لمناقشة بنود جدول الأعمال. وللمزيد من التفاصيل حول جلسة اليوم ينضم إلينا مباشرة من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي. نواف، أهلا بك بداية، وحدثنا عن مجريات الجلسة حتى الآن. تحية لك وتحية كل مشاهدين الآن عبر موجز الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. نحن الآن متواجدون ومستمرون معكم في تغطية الجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 في مجلس الأمة. جلسة اليوم في هذه اللحظات الآن هي الجلسة مرفوعة لأداء صلاة الظهر، وبعد ذلك سوف يستكمل المجلس جدول أعماله، والتي تم التوقف عند بند الرد على الخطاب الأميري، وهناك عدد من النواب مسجلين لدى رئيس الجلسة بالتحدث في هذا البند. ولكن المجلس اليوم حقيقة منذ بدايته في بداية الجلسة في الساعة 9 صباحا وقبل الانتقال إلى بند الرد على الخطاب الأمير، هناك بنود تم التطرق إليها، بند التصديق على المضابط، وهناك أيضا بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وهناك حقيقة قبل الجلسة بيوم كانت هناك 13 رسالة مدرجة من ضمن بند الرسائل، ولكن تم إضافة 4 رسائل متعلقة في بعض اللجان البرلمانية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك أيضا هناك اللجنة الصحية، وأيضا هناك العديد من الرسائل تتعلق في السادة النواب وأيضا اللجان البرلمانية. تم الموافقة على 17 رسالة واردة مدرجة على جدول الأعمال، وبعد ذلك انتقل المجلس إلى رفع الحصانات عن النائب عبيد الوسمي، وقد وافق المجلس بالتصويت نداء بالاسم على رفع الحصان عن النائب عبيد الوسمي، وأيضا كان هناك أيضا طلب برفع الحصانة عن النائب حامد محري البذالي، وقد رفض المجلس الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي. وبعد ذلك انتقل المجلس إلى بند الإحالات، وتم إحالة جميع الإحالات على هذا البند إلى الحكومة، وبعد ذلك دخل المجلس في بند الرد على الخطاب الأميري، وبعد القليل سوف يستكمل المجلس في استكمال مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري. نعم، معك بإذن الله في نشرة الثالثة لاحقا للاطلاع على المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. شكرا جزيلا لك نواف الشراكي من مجلس الأمة.